مسيره الليالي مستني الفرحه بهالي. أبو سنانة الحاصلة على معدل 97.9 بالفرع العلمي من مدرسة الخوارزمي. أنا سكان ضاحية السلام من صراحة أنا تفاجأت، يعني كنت دائما بصلاتي من سنين قبل أدعي يا رب خليلي بمعدل بالتوجيه قرة عين، يا رب اجعلي في معدل قرة عين. فهاي اللحظة حسيت دعوة استجابت الدعوة، وبكيت دموع الفرحة، تفاجأت بمعدلي، انبسطت كتير، معدل بفتح الأبواب، معدل حصيدة سنين تعب. طبعاً هذا حلم عمري إني أشوف بنتي من المتفوقات، يعني كل أم وأب استنوا بهذه اللحظة وهذا اليوم عشان يشوفوا ثمرة جهودهم، إنه تعبهم في ولادهم ما راح هيك، إنه يعني جزء من الحلم تحقق، والله يقدرنا نكمل المشوار معهم. الواحد بيكون حاسس حاله بالمجهول، نداوم بكرة، نداوم بعد شهر، قديش حيروح علينا مواد، لوين حنوصل، شو الإشي اللي مخبى، شو اللي مخبي الزمن. فيعني أنا بتذكر بفترة عدي التميمي، طبعاً كانت كل البلد مسكرة، واضطرينا بهديك الفترة إنه نلتزم بيوتنا وقطعنا الدوامات، فكان عندي خوف إنه الإشي يستمر، قديش الإشي ممكن يطول، كيف ممكن تأثيره علينا، كيف حننجز بالمواد. يعني حتى كنت أتابع الأخبار، كان المفروض فترتها أدرس، بس صرت ألتهي أتابع الأخبار بوقت الفراغ بسبب التوتر وهيك. أنا ما عندي المبالغة، إنه يعني باخد الأمور طبيعية جداً وبسيطة جداً، ما ضغطها. بعدين بنتي أنا يعني كنت واثقة فيها، وهي منه هي صغيرة شاطرة. كنت أحياناً أنهار، يعني كانت إنه تضمني وبابا يواسيني. الحمد لله، يعني الأهل حتى على مستوى يعني عائلة، جد عمام إخوال خالات، كل العيلة كانت تدعمني. بشكر المدرسة جداً جداً جداً، يعني كانوا مع الطلاب بدل أهليهم. لا أنا في فترات كنت مشغولة، المعلمات يدعموها نفسيا، يحكوا لها كلمة حلوة، نروح على الاجتماع بكل احترام يحكوا معانا. يعني هم كانوا بس مش داعمين بس للطالب، كمان للأهل. سجلت بجامعة القدس أبو ديس تخصص طب بشري، قدمت كل شيء وحجزت مقعد، وإن شاء الله يعني الله يقدرني إن أكمل بالطب، والله يعين أهلي.